وللمزيد معنا من أربيل الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور، بداية هلا حدثتنا عن الحملة الأخيرة للهيئة في مخيم بحرقة في محافظة أربيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أخي، كما تعلمون أنه ضمن مشروع العراق الجامع الإغاثي الكبير وضمن نشاطات القسم الإغاثي في شهر رمضان المبارك، وزع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية تقريبا 1000 سلة غذائية مع 2000 كيس خبز على العائلات النازحة من مدينة الموصل، يعني من مختلف المناطق من مدينة الموصل في مخيم بحركة. جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التي يقوم بها القسم الإغاثي في الهيئة في شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم الدعم الإنساني لأهلنا النازحين ولرفع جزء من المعاناة التي يعاني منها هذه العائلات. نعم، كيف هي أحوال النازحين في المخيمات، لا سيما مع شهر رمضان وبداية فصل الصيف؟ نعم، كيف هي أحوال النازحين في مخيمات النزوح خاصة مع شهر رمضان وقدوم شهر الصيف؟ أخي، من خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها القسم الإغاثي للمخيمات، حقيقة يعني هناك زيارات لمخيمات الأنبار وفي مدينة كركوك وكذلك في المخيمات الموجودة في محافظة أربيل، هناك يعني عودة عكسية للعائلات من المدينة إلى المخيمات بسبب يعني حياة الجوع والحرمان وانعدام فرص العمل، وهناك انعدام أبسط مقومات العيش في المدن التي يرجع إليها النازحون، انعدام والكهرباء والماء الصالح للشرب، كذلك انعدام الخدمات الطبية والصحية. العائلات حقيقة تواجه مصير المجهول، وإضافة إلى أنه حياتهم مهددة بالخطر، فيفضلون الرجوع إلى المخيمات. كما ذكرت يعني إحنا مقبلون على صيف حار، وهذه كما تعلم أن العائلات تسكن في خيمة لا تقي العائلات لهيب حر الصيف، وكذلك العواصف الترابية التي كثرت في الآونة الأخيرة، فهم يعني يطالبون ب يعني طلبات بسيطة جدا، من ضمنها أنه توفير أبسط وسائل التبريد، وكذلك الماء الصالح للشرب، وكذلك السلات الغذائية التي يعني ضرورية جدا في حياتهم. فإحنا هنا نحب أن نذكر أن الهيئة إن شاء الله مستمرة في حملاتها وفي كافة المخيمات. وهنا أذكر أن كثير من المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية يعني عزفت في الآونة الأخيرة عن تقديم الحملات الإغاثية لكثير من المخيمات الموجودة. نعم، فالهيئة عليها دور كبير في هذه المرحلة، وإن شاء الله نكون يعني عند المسؤولية. نعم، الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق من أربيل، كان معنا. شكرا جزيلا لك.